السلام عليكم. منكم يعرف هذا النبات هذا اللي راه أصفر بالأصفر هنايا؟ هذه حقول. الحقول هذه موجودة في عين دفلة، وهذه هي بالذات المادة الأساسية في صناعة زيت الطاولة. لا بلون دو كولزا هذه هي. وللعلم أن هناك بوادر نتاع انفراج مسألة إنتاج زيت طاولة في الجزائر. وهنا نشوف باللي المحصول هذا هنا راه بدأ يعطي الثمار ديالو، وكاين مجمع سيم هو الذي سيتكفل بشراء المحصول، ويسمى على اللغة العربية يسمى مادة السلجم أو الكولزا. وهذه المادة هي اللي راح تمول 3 مصانع تاع إنتاج زيت الطاولة. 3 مصانع، مصنعين، واحد في وهران، وتم نهايته وراح ينطلق في الإنتاج لصاحبه يسعد ربراب. وكاين مصنع آخر في معسكر راح قريب ينتهي فيه الأشغال، والمصنع الثالث راح موجود في جيجل، واللي كان لصاحبه اللي راح الآن متواجد في السجن كونيناف، والذي تم هذا المصنع تم تأميمه، وبعد قرار مجلس الوزراء تم تأميم هذا المصنع هذا. وسوف هو راح في يعني في 75 إلى 80% من نسبة الإنشاء. وعند انتهاء هذه المصانع الثلاثة ستكون الجزائر دولة مصدرة لزيت الطاولة. شوف يعني التغيير كيفاه، وهذا كلام حقيقي. هذه 3 مصانع نراهي موجودة، وراهي ستدخل في الإنتاج في الأشهر القليلة القادمة. والمزارع نتاع المادة هذه نتاع المنتوج المادة هذا البلعم الزيتي هذا، المزارع موجودة، محاصيل كبيرة. وسوف يبدأ في البداية يكون فيها استيراد المادة الخام. لابد يعرف المستمع المادة الخام يكون فيها من الخارج، ثم يكون فيها بعد سنة والسنتين الأولتين يكون فيها استقلالية تامة من ناحية الإنتاج تاع الزيت، ومن ناحية كذلك توفير المادة الخام. وكما نعرف أن هذا المادة جزء منها يروح لصناعة الزيت، إنتاج الزيت، والمادة اللي تبقى تروح لصناعة الأعلاف، أعلاف نتاع الحيوانات. وهذا شيء يعني مليح. وهنا نشوف يعني نخليكم مع كلام وزير التجارة في هذا الميدان. منع استيراد الزيت المادة الخامة كيف؟ يعرف المستمع بأن هناك استراتيجية للحكومة فيما يتعلق هذه المادة،
نحن نتجه إلى منع استيراد الزيت المادة الخام كيف؟ في إجراءات اتخذت على مستوى قانون المالية تاع سنة 2021 وتشجيع ما يسمى لا تريتوراسيون. احنا عندنا مصنع في وهران وإن شاء الله عن قريب سيدش المصنع الثاني في معسكر، وإذا إن شاء الله دخلت عجيجل سيكون لنا استقلالية 100%، ما نزيدش نستورد الزيت الخام بل نصبح بلدي يصدر الزيت الخام، وهذه داخلة في استراتيجية ومنظور سيد الرئيس. عندما تكلمنا تكلمة الحكومة على ما يسمى بديوان الزراعة الصناعية، يعني باش تولي الصوجة تنغرس هنا وكسترا، نحن درنا في قانون المالية وما هو موجود استعدادا لهذه البذور باش تلقى وين تطحن وتلقى كذا، لأن لازم يعرف المواطن أن 70% من هذه البذور تروح علف للمواشي و30% في زيت. هذه استراتيجية مصنع جيجل، كلكم تعرفوا بأنه هو أمام العدالة، وإن شاء الله في آخر رتوشات بتعليمات السيد رئيس الجمهورية أنشأنا فريق مختلط في كل الوزارات ذات الصلة تشتغل يوميا على مستوى وزارة التجارة. الملف الآن يعالج. إذن فيه بوادر نتاع خير إن شاء الله، وكما يقولوا تفاءلوا خير تجدوه، وأنا يعني فيما يخصني متفائل جدا فيما يخص قضية توفير مادة الزيت في الجزائر والولوج إلى مرحلة التصدير، لأنه فيه ثلاث مصانع موجودة وهذا ملموس، هذا أمر ملموس، هذا شيء أكيد. يعني إذن المبدأ يعني مبدأ بسيط جدا، وهو قضية هذه إنتاج الزيوت انطلاقا من مادتين، هي المادة الأولى هي الكولزا والمادة الثانية هي الصوجة، وهذا زوج نباتات ممكن يعني الإنسان يغرسهم في الجزائر، البلاد طويلة وعريضة والمناخ ملائم جدا، إذا ممكن توفير هذه المادتين وهذه المحاصيل نتاع الكولزا والصوجا، وتولي كل قضية كل نفس المبدأ كما إنتاج تاع زيت الزيتون، كل معصرة هذا الزوج نباتات تمر على مصانع سكون أبيل لا تريتوراسيون، التريتوراسيون تاع المادات هاتين هادو، ومن بعد يكون فيها انتاج بعد عمليه الماء الجيده تاع المصنع تاع التريتوراسيون، يكون فيها 30% ماده تروح للزيت طاويله و70% تروح فضلات تروح الاعلاف لانتاج الاعلاف، وبعد نهايه هذه الثلاث مصانع تكون فيها ان شاء الله اكتفاء ذاتي، ويكون فيها نروح إلى التصدير في هذه المادة. والسلام عليكم.